يوم جديد بيطل علينا وحلقة جديدة من Propertyours، هالبرنامج اللي بيعرفكن على كافية أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. إذا حابين تتملكوا بيت بالجبل أو بالساحل، فيلا أو حتى مكتب تجاري، تابعوا الحلقة، خليكن معنا. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن تطور بشكل كبير ونوعي خلال فترة السنة الماضية. موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وتقصه معتدل صيف وشتاء. عجلتون سان جورج جيتد بروجكت بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، ومن أبرز مميزاته مدخل خاص، طرقات ومساحات داخلية خضراء، أمفيثياتر وبلاي جراوند. موقعه استراتيجي على بعد أمتار من الطريق العام ومصمم بشكل مدروس وغير مضر بالبيئة. أما مساحة الأراضي للبيع 2000 متر مربع ومفروض. Exclusive Gated Residential Project موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز التجارية والترفيهية والطبية بالمنطقة. راس الجبل فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة راس الجبل علي مقابل تلة 338 على ارتفاع 888 متر عن سطح البحر، وبيمتد على مساحة أرض 18,000 متر مربع. مؤلف المشروع من 13 فيلا، مساحتهم بتتراوح بين 800 و1200 متر مربع، وكل فيلا مؤلفة من طابقين أو 3 طوابق. Gated Project آمن وخدمات عديدة مأمنة، Security وMaintenance Team 24/24. كل فيلا مستقلة تابع لها Private Garden حوالي 1000 متر مربع، مدخلين وباركينج خاص. من أبرز المواصفات Private Generator، Elevator بكل فيلا، تجهيز تشمني وسويمينج بول، Maids Room ودرايفرز روم. راس الجبل فيلاز بمدينة علي قسم كبير منه جاهز للسكن، بحاوط المشروع مساحات خضراء وحوالي 2000 شجرة داخل المشروع مع فيو على البحر والجبل. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزا هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدا وبعيد 10 دقائق من بيروت. هاي أند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلابل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و400 متر مربع مع تيراس. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، تشيمي انستليشن، برايفت جنريترز، عمار إيكو فرندلي وسولر باور وووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويزا هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج، أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيترز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على كارت سكنة خلال مرحلة التنفيذ Under Construction Loan.
أما التسليم بآخر 2019. وصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية بالسعودية إلى 45,860 عقد خلال 2019 بقيمة إجمالية عند 31,528 مليار ريال، وبلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد الممنوحة من البنوك وشركات التمويل بالمملكة قرابة 14,398 عقد بنيسان الماضي بقيمة 6,419 مليار ريال، وسجلت بذلك ارتفاع ب 19% بعدد العقود وأكثر من 15% بحجم التمويل مقارنة بشهر آذار. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com صفحتنا على الفيسبوك ومتفي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.